طيب صباح الخير يا شباب. عشان انه نكون في السياق، احنا ماشيين في الانترميديت ماشين ليرنينج، وفي الانترميديت ماشين ليرنينج توقفنا المرة الماضية عند الميسنج فاليوز. شفنا كيف انه احنا نتعامل مع الميسنج فاليوز. في انا عندي تقريبا ثلاث طرق. الطريقة الاولى شو اعمل؟ بعمل دروب. الطريقة الثانية بعمل ريبليس، بحدد ايش هي الاستراتيجي. ممكن تكون المين، ممكن تكون الموست فريكوينت، وفي عندي الطريقة الثالثة ايش هي؟ بعمل ريبليس وبعمل اكستنشن اللي هو امبيوتيشن او اكستندد امبيوتيشن، اللي هو عبارة عن استبدال، وبحط اتريبيوت اضافي بيشير انه هذه الفاليو كانت ميسنج او لا. اليوم ان شاء الله بدنا نتعامل مع الكاتيجوريكال فاريبلز، بدنا نشوف كيف بدنا نتعامل معها. خلينا اول نشوف تعريفها. الكاتيجوريكال فاريبلز هي عبارة عن نوع من البيانات بياخد limited number of values، معنى ذلك أن القيم مش مفتوحة، limited number of values. يعني على سبيل المثال، لو كان في عندي في الديتا، إنه الديتا اللي جاية عندي هي عبارة ناتجة عن سيرفي، بيسأل إنه بالعادة أنت يعني إنه how often you eat breakfast أو how often you eat breakfast. فبالتالي هنا في عندي option never، عمروش بياخد breakfast، بيطلع على طول على الشغل. rarely نادرا، most days اغلب الايام، every day كل يوم، تمام. فهذا عبارة عن limited number of values، حوالي هاي 1 2 3 4 قيم. والقيم هدول تحديدا نقدر نعتبرهم ordinal. ordinal معنى ذلك انه الترتيب فيه له اهمية، الترتيب فيه له اهمية. معنى ذلك انه ممكن نعتبر انه never هي عبارة عن zero، rarely بتصير 1، most days بتصير 2، every day بتصير 3، بهذا الشكل. بينما في categorical variables اخرى بيكون الترتيب فيها ملهوش معنى على الاطلاق. زي ايش مثلا؟ زي انه في عندي سيرفي كذلك، وبسأل عن ايش البراند تبعت السيارة اللي موجودة عندك. ممكن يكون الفاليوز زي هوندا، تويوتا، فورد، سكودا، الى اخره من هذه القيم. هل الترتيب هنا له معنى؟ لا، ما لهش معنى. طبعا هنا في الغالب انه في الغالب انه التعامل مع الكاتيجوريكال فاريبلز في الماشين ليرنينج في اغلب الاحيان بيسبب لي اخطاء، زي ما احنا شفنا في الراندوم فورست انه كان في عندي كاتيجوريكال فاريبلز والالجوريثم ما قدرش يتعامل معها. في بعض الالجوريثم تقدر تتعامل مع الكاتيجوريكال فاريبلز، ولكن الاغلب بحب الارقام. فبالتالي بدنا نعمل ترانسفورميشن من الكاتيجوريكال فاريبلز لارقام، بدنا نحولها لارقام. فهذه العملية بنسميها encoding. خلينا نشوف كيف ممكن نتعامل مع الكاتيجوريكال variables. في عندي ثلاث أساليب زي ما شفنا هناك في missing value. نفس الفكرة هنا في الكاتيجوريكال variables، في عندي ثلاث أساليب، بدنا نشوف كل أسلوب إيش تأثيره على النتائج عشان أقدر أحدد إنه كويس أو لا. أول أسلوب إنه نعمل له drop. هذا الإشي أنا ما بلجألوش إلا إذا كان فعلاً الكولوم هذا بيحتويش على useful information، على معلومات مفيدة. هو categorical، تمام، وبيحتويش على معلومات مفيدة. فبالتالي إنه هذه المعلومة إنه مش مفيدة خالص في الـ في الـ في ممكن نقول مثال إنه بدنا نبيع أو بدنا نشوف موضوع المنازل، فمالك المنزل ذكر ولا أنثى، مش ممكن عشان احدد السعر. المالك الحالي ماشي، هو كتبه صحيح، بس بقدرش اجزم انه اذا كان المالك الحالي ميل ولا فيميل انه بيحدد السعر. لا، ممكن يكون بيحدد السعر. هذا كلام السماسرة ممكن يفيدوك فيه اكثر، يعني انه هداك بتفاوض اكثر، هذا بتفاوض اقل، بعرفش. بس ممكن يكون شغله
ممكن يكون شغلة مثلا انه يعني ايش في معلومة ممكن يكون كاتيجوري وما لهاش قيمة ما لهاش لازمة اللي ممكن اعملها دلوقتي؟ يعني على سبيل المثال انه كيف؟ أكيد طبعاً بس هو بده إنه يتخيل مثال يعني. تخيل مثال في أي شيء. ممكن لو كانت كل القيم قريبة من بعضها في نفس الصنف ممكن أستخدمها. الموضوع في الكاتيجوري مش في القيم الآن. ممكن قد يكون يعني بس إنه. لا لا الموضوع مش تشابه قيم بس يعني على سبيل المثال الموضوع يعني مثلا على سبيل المثال في انت عندك ترانزاكشن مثلا وفي عندك مثلا التايب تبع الترانزاكشن تايب A وتايب B مثلا وهذا المعلومة مش مفيدة جدا مش مفيدة على الإطلاق فبالتالي انه بدل ما تحولها مثلا تايب A وتايب B لا 0-1 فبتعمل له دروب اذا كانت هذه المعلومه اصلا مش لانه ممكن قد يكون انه انت عندك الاختلاف بين التايب A والتايب B ضئيل جدا ملوش اي فايده في التارجت اللي انت بتعمل له بريدكشن. ما فيش مثل ما مش حاضر في ذهني انا عندي مثال. نعم انا اشرح مثال انا قبالي هو مالك. لا بدي اقول لك انه مثلا الاي دي اتريبيوت الاي دي اتريبيوت ممكن تعتبره انه القيم تبعته يعني انه سيكونس هي سيكونس بس بنقدرش نعتبره انه هو كاتيجوري واوردينال يعني بس ممكن تكون شغلات مشابهه من هذا يعني من هذا الاشي يعني انه زي هيك يعني تمام. هذا الاسلوب الاول. الاسلوب الثاني انه نعمل ليبل انكودينج. في الليبل انكودينج فعليا احنا بنعمل لكل يونيك فاليو ديفرنت انتجر. دائما بتعامل مع انتجرز يعني الاسلوب الشائع انه انا بتعامل مع انتجرز. هل انا ممكن احط قيم مختلفه؟ ممكن احط قيم مختلفه بس الشائع جدا انه انا اتعامل مع انتجرز. يعني هنا نيفر بتصير زيرو لانه احنا حكينا انه هذا اوردينال والترتيب له معنى انه فبالتالي هنا ممكن نمثل هاي بارقام والرقم بيمثل قديش درجة انه انا باخد فطور. فزيرو انه انا باخدش فطور خالص. واحد انه انا باخد فطور نادرا. اثنين اغلب الايام. ثلاثة كل يوم. فبالتالي هنا درجة قديش انه انا باخد فطور. فعشان هيك انه الترتيب انه اجا بهذا الشكل. فبالتالي هنا every day ثلاثة never zero rarely واحد most days اثنين رجعنا هنا never مرة تانية zero بهذا الشكل. تمام. فهي اول طريقه لتحويله لارقام. ممكن يجي حدا يقول انه انا بدي احطه 10 20 30 بجوز بس لا مش حكايه انه انت حر بجوز بس لا الشائع انه هذه الشغله بدنا نحكي عنها في النورماليزيشن انه انت دائما بدك تختار رينج الارقام يكون قريب من بعض. فبالتالي هنا خلاص كل واحدة انه 0 1 2 3 انه هيك بشكل افضل لانه احنا بدناش يكون في عندي في الفاريبلز قيم كبيرة وقيم صغيرة انه بتأثر انا عندي في الموضوع. وهذا الكلام يعني ممكن اضرب لك فيه مثال. هنا افترض انه انا عندي بيانات انه الاتريبيوت فيها انكم وايج. طبعا الانكم هنا الدخل السنوي. مش عارف اذا انا ذكرت المثال هذا سابقا او لا. فنفترض انه في المتوسط دخله في الشهر 1000 دولار. فبالتالي في السنة انه بده يكون 12000. والايج مثلا 40 بهذا الشكل. فلاحظ انه اختلاف الرينج تبع القيم. انا عندي هنا 12000 وهنا 40. رينج القيم مختلف. فبالتالي هنا هذا الاشي بنعمله normalization. وهذا الاشي شفناه اعتقد المحاضرة الماضية او اللي قبليها اللي هو اسمه min max
normalization. وشفنا المعادلة تبعته إنه أنا بأخذ القيمة ناقص المين على المين ناقص الماكس ناقص المين. تمام؟ فبالتالي عشان هيك يفضل إنه أنا أحط رينج الأرقام بشكل متسلسل زي هيك، إنه أفضل إنه أنا أتعامل معها كإنتجرز. هذه شغلة. والشغلة الثانية إنه أنا ليش بروح باتجاه الإنتجرز؟ لأنه الكومبليكسيتي للأوبريشنز على، لو أنا بدي حكيت بدي أحطها بوينت واحد بوينت اثنين بوينت ثلاثة، هل الفرق إنه واضح؟ لا، بيصير إنه كتير صغيرة أنت عملتها، فأفضل شيء الإنتجر. هذا من جانب. من جانب تاني الكومبليكسيتي تبع الفلوتينج بوينت أوبريشنز أعقد بكتير في السي بي يو من الإنتجر أوبريشنز. وانت عندك ماشين ليرنينج وبدك تدرب على الملايين الريكوردز، فبالتالي افضل اشي انه انت تستخدم الانتجرز. فبالتالي هذا الكلام ما يجاش من فراغ، فيه له عدة مسببات حكينا. تمام؟ طيب، فهذا الاشي زي ما حكينا اسمه ordinal variables. لكن هنا لو رجعنا هنا على الهوندا والتويوتا ما فيش فرق، ممكن تحط الهوندا هي الزيرو، ممكن تحط التويوتا هي الزيرو، بغض النظر بيهمنيش الترتيب. تمام؟ هذا الأسلوب الثاني. الأسلوب الثالث اسمه One Hot Encoding. في هذا الأسلوب إيش بسوي؟ بروح بعمل New Attribute لكل Categorical Variable. أنا عندي Categorical Attribute في على سبيل المثال ثلاثة، راح استبدله ثلاث اعمده زي هيك. انا عندي هذا كاتيجوريكال اتريبيوت فيها كم فاليو، هي الاحمر والاصفر والاخضر. تمام؟ فهذا راح يتم استبداله بثلاث اعمده، عمود لكل فئه. تمام؟ وقبال الفئة هذه بروح بحط واحد والبقية زيروز. فبالتالي كيف بمثل انه هذا اللون احمر، فبحط قباله واحد وزيروز في الالوان الثانية. لو كانت هذا 10 كاتيجوريز فبالتالي العمود هذا راح يتم استبداله بعشر اعمدة. تمام؟ راح يكون قبال الفاليو واحد والبقية زيروز. هاي انا عندي هنا الاصفر قباله واحد والبقية زيروز، هذا اسمه one hot encoding. مين افضل، هذا الاسلوب ولا هذا الاسلوب؟ مش حسب الحاله، النتائج هي اللي بتحكم. زي ما شفنا المين ابسوليوت ايرور هنا وشفنا الايرور هنا، وساعتها انه بقول انه والله اعمل ليبل انكودينج او وان هوت انكودينج افضل. تمام؟ يعني انا بقدرش اقول يعني بشكل مسبق انه والله الداتا ست هاي بزبط معاها الوان هوت انكودينج، لا الداتا ست الثانيه بزبط معاها الليبل انكودينج، بقدرش اجزم على الاطلاق. فبدك تسوي الايرور هنا والايرور هنا، وتقدر انه انت ساعتها الايرور هو اللي بيقول لك. مع الخبره ما اعتقدش، ما اعتقدش انت اجيت مسيم من داتا 6 داتا 6 ايش الفرق بينهم وبناء على ايش يعني كان ماشي. بس الفكرة في الموضوع انه هذا الكلام بيعتمد كذلك على الالجوريثم مش الداتا سيت لوحدها. يعني مثلا في نيورال نتوركس لو انت هذا الكلام بدك تسويه انت عندك 10 يعني 10 كاتيجوريز راح تصير 10 اتريبيوتس، راح تزود الدايمنشن بشكل كتير، راح تعقد النتورك بشكل كبير، والبراميتر تبعت النيورال نتورك كتيرة. ولو هذا الكلام انت بدك تطبقه مثلا على كلاسيكال ماشين ليرنينج برضه الالجوريثم له علاقه في يعني في الموضوع. فبالتالي لا يعني فيش، مش مع الخبره بتيجي الموضوع. لا اعتقد ذلك. نعم. صحيح. طيب هلقيت هذا احنا بنسميه الفاريبل اسمه نومينال فاريبل. فبالتالي الكاتيجوريكال فاريبل، ممكن انه احنا نلخص هذا الكلام هنا هيك، انه الكاتيجوريكال فاريبل في منه نوعين. النوع الاول اللي هو
ordinal والنوع الثاني nominal. nominal هذا الترتيب فيه له معنى، هذا الترتيب مالوش معنى. زي الكلر اللي شفناه قبل شوي، هذا الكلر عبارة عن nominal، هنا الترتيب هذا له معنى؟ لا مالوش معنى. يعني هل الأحمر قبل الأصفر أو الأزرق قبل الأخضر له معنى؟ لا، فبالتالي nominal. طيب ناخذ هذا الكلام ككود نشوف كيف انه احنا نعمله، تمام، وبعديها بنروح على الاكسرسايز. طبعا هذا انا عندي جزئيه الكود هنا بوضح لي انه السيت اب، قراءه الملفات وتقسيمها وكل هاي الاشياء، انه احنا بدناش نحكي في تفاصيله. هاي احنا قرانا الملفات read csv تمام، وهنا حطينا الواي وهنا حطينا الاكس. الاكس اخذنا الداتا وعملنا دروب للواي اللي هو البرايس، الاكسس بتساوي 1. وهنا انا عندي السبلت كان 80% ترين و20% تيست، تمام. الان بدنا نحدد الكولومز وذ ميسنج فاليوز. هذا كلام احنا سويناه المره الماضيه، فبالتالي كان الكود بهذا الشكل columns with missing بتساوي columns for column in x train dot columns if. هذا شرط مر علينا سابقا انه ال data of the attribute هذا ال column هذا is null dot any، وشفنا ال any وال all المرة الماضية. فهنا اذا كان على الاقل في قيمة واحدة برجع true، فبالتالي بيكون هذا ال attribute في missing value، فبالتالي بتخزن اسماءها انا عندي في الليست هاي بهذا الشكل، تمام. هاي محطوطة في سطر واحد، واضحة هيك؟ يعني انت عندك هنا ليست، الليست هذه بتعبيها بهاي القيم زي هيك، تمام؟ شوف معايا هنا، هنا ايش حكيت له؟ انه انا بدي اعبي هاي هالليست. ايش الليست هذه؟ اسمها columns with missing values. ايش بدي اسوي؟ بدي اروح الف عليهم واحدة واحدة. كيف بدك تجيب اسماء الاتريبيوتس؟ اللي هو اسم الداتا xtrain full dot columns بترجع لك اسماء الاتريبيوت. فانت بتقول له for columns in xtrain dot columns حط لي الكولومز هذا. بس متى؟ هاي في عندي اف. ايش هو الاف بيقول؟ بيقول اذا كان البيانات of the column dot is null، هذا ايش بترجع؟ فيكتور. قديش طوله؟ على حسب عدد الانستانسز، تمام؟ ايش القيم اللي فيه كل واحدة؟ اذا كان null بيرجع true، يعني اذا ما كانش قيمة missing بيرجع true، واذا كان في قيمة بيرجع false. فبالتالي انت عندك list القيم تبعتها true و false، true و false، تمام؟ هجيت هنا الدوت اني، اذا كانت اي قيمة من القيم هذه true معنى ذلك انه برجع true للليست هذه كلها. مش متخيلة؟ لا، وانا مش باقي هجيت احنا بدنا نعبي كولوم، وهي الفور لفينا عليها زي هيك، تمام، زي ما كنا نحكي انه انا بدي اعبي ليست اللي هي الاكس فور اكس ان رينج 10، هذه الصيغة المبسطة تبعتها زي هيك، تمام. بس هنا بدي شرط معين، اف اكس اكبر من 5 بالضبط. هذه هي الشكل المبسط لها يعني زي. تمام، يبقى هنا الأسلوب الأول كيف نسويه؟ إنه إحنا إيش نعمل؟ دروب لهدول الكولومز. يبقى هنا xtrain full dot drop columns with missing access بتساوي 1، هنا in place بتساوي true، معنى ذلك إنه حيغير على هدول البيانات. هذا الكلام في الترين وفي الفاليد، في الفاليديشن
ست. تمام؟ هذا الأسلوب الأول ككود. الأسلوب الثاني إنه إحنا إيش نسوي؟ نعمل label encoding. تمام. كيف بدنا نحدد الأتريبيوتس اللي فيها labels؟ بروح بلف عليها زي هيك. هذه برضو عبارة عن يبقى هنا low cardinality columns، معنى ذلك انه انا بحاول انه اجيب الاتريبيوتس اللي اسماء الاتريبيوتس اللي فيها categorical variables وفي قيم قليلة. يعني بدي اروح احط cname column name for cname in xtrain full dot columns. في انا عندي شرط هنا، ايش الشرط؟ انه اول حاجة انه تكون اليونيك فاليوز اقل من 10، معنى ذلك انه ممكن اقسمه ل 10 كاتيجوريز، يعني انه 10 كاتيجوريز فاقل. هذه شغلة. والشغلة الثانية انه يكون التايب تبعها ايش؟ اوبجكت. معنى ذلك انه مش انتجر او فلوت، لانه الانتجر والفلوت بتقدر تجيب اليونيك فاليو لها؟ تقدر. في يونيك فاليو في الانتجر بالضبط، بس بدي مش هدول المستهدفات. تمام. فعشان هيك انا بحط الشرط انه تكون اقل من 10، وشرط ثاني عشان اكون انا يعني انه مرتاح انه يكون التايب تبع هذا الكولومز الدي تايب اللي هو الداتا تايب بيساوي اوبجكت. فهنا حددنا اسماء الاتريبيوتس اللي بتحقق شرطين، انه تكون اوبجكت وتكون اليونيك فاليو فيها في لها اقل من 10. تمام. طيب وهنا كيف بدنا نحدد كيف بدنا نحدد النيوميريك اتريبيوت؟ برضه نفس الفكره، بدي الف على الاتريبيوتس على الكولومز، وبدي اقول له هنا الدي تايب ان انت 64 وفلوت 64. هاي ليش بدي افصلهم عن بعض؟ يعني انا عندي في الداتا سيت بدي افصل الكاتيجوريكال اتريبيوتس وبدي افصل النيوميريكال اتريبيوتس، انه اخذ اسماءها في ليست احطها. فكيف بدك تجيب النيوميريك اتريبيوتس؟ بدك تلف على الكولوم نيمز، تمام، اللي بتحقق الشرط. ايش هو الشرط؟ انه الدي تايب تبعها ان هذه او هذه. نعم. في من الاول ما سمعتش من الاول. لا فيش غيرهم. في انت عندك يا انتجر او فلوت او اوبجكت. اوبجكت عادة بيكون يا اما سترينج يا اما بيكون اوبجكت من نوع مختلف يعني ككلاس. نعم. ليش string ايش؟ لانه الباندا داتا فريم يعني بتقدرش تتعامل معها كسترينج، هي بتقدر تتعامل مع ارقام، يعني داتا فريم انه نيوميريك، فبتعمل له رابين كاوبجكت يعني. فعشان هيك بلزمك انه انت تعمل له ليبل انكودينج. هكذا حنشوف فيما بعد لما مثلا بدنا نشتغل على sentiment analysis. التكست هذا بدنا نحوله لارقام، الارقام هذه ممكن تمثل فريكوانسيز، ممكن تمثل، المهم ريبريزنتيشن، المهم فيتشرز. فبقدرش بيتعامل مع التكست، بدنا نحول التكست لارقام، حنشوف هذا الكلام ليتر. تمام. عشان ليش سألت؟ لانه عادي ممكن الشرط يكون داتا تايب لم تسوي، يجوز. طيب يبقى هنا الماي كولومز اللي هي اسماء الاتريبيوت كلها ايش بيساوي؟ بيساوي لو كاردينالتي زائد النيوميريكال، هيك دمجتهم.
ايش سويت؟ اخذت نسخه من هاي البيانات تمام بتحديد هذه الاتريبيوتس بهذا الشكل. شوف الهيد تبعها هيو زي هيك. ايش بيحتوي؟ تايب هيو اتش يو هذا ايش نوعه؟ كاتيجوريكال. الميثود الريجون نيم، الرومز انتجر ولا فلوت؟ انتجر واضح. ديستانس فلوت وهكذا. طيب بدي اجيب ليست من الكاتيجوريكال فاريبلز. الاس بتساوي اكس دوت ترينز دي تايب بتساوي اوبجكت، فبروح برجع لي قائمه بهاي الاتريبيوت هنا في الاس، وهنا رحت جبت الاندكس تبعها ورحت طبعتها هاي، وراح جاب لي انه التايب والميثود والريجون نيم زي ما شفنا هنا في الهيد. كيف هذا الكلام؟ هذا مش اكسرسايز، تقدرش تكتب كود هنا، حنشوف بعدين. نعم. طيب هذا كلام احنا لسه لغايه الان هذا تحضير. الاسلوب الاول سهل اللي هو الدروب عملناه، بعديها بدنا نجرب ليبل انكودنج او وان هوت انكودنج، فهذا الكلام كله تحضير. نجرب الاسلوب الاول، وزي ما تعودنا انه السكور هو اللي بحكم. بدنا نعمل ليبل انكودنج للكاتيجوريكال فاريبلز. لا عفوا، انا بدنا نعمل دروب للكاتيجوريكال فاريبلز وبدنا نجيب السكور. احنا عملنا دروب هناك في الاول بس ما جبناش السكور. خلينا نشوف كيف. يبقى هنا دروب اكس ترين بتساوي اكس ترين دوت سيلكت داتا تايبس اكسكلود الاوبجكتس. بالضبط حيتم استثناء هذا الكلام في الترين وفي الفاليد. نحسب المين ابسوليوت ايرور. في عندي الداله هذه اليوتيليتي فانكشن عرفناها سابقا. ايش بديها بيانات تمام، وبتروح بتعمل لي راندوم فورست وبتحسب لي الايرور قديش صار. 175 كان اخر حاجه هذيك المره. قديش كان؟ 178 او حاجه زي هيك، او احنا نزلنا اقل شويه اعتقد. طيب خلينا على الاقل احنا نقارن هاي الاشياء مع بعض. نجرب الاسلوب الثاني اللي هو الليبل انكودنج. كيف بعرفه؟ عندي كلاس هيو اسمه ليبل انكودر. وين موجود؟ اسكي ليرن بري بروسيسنج. هذا كل العمليات تعتبر بري بروسيسنج تمام. ايش سوينا؟ اخذنا نسخه من البيانات وعرفت اوبجكت من الليبل انكودر اسمه ليبل انكودر. ورحت لفيت على الكولومز اللي التايب تبعها اوبجكت تمام. ورحت ايش سويت؟ غيرت في هذا الكولوم. كيف غيرت؟ الداتا اوف هذا الكولوم بتساوي، حيغير على كل العمود، بتساوي الليبل انكودر دوت فيت ترانسفورم. فيت ترانسفورم بتسوي شغلتين، تعمل انكود. لا مش مين، مش ريبليسمنت، خلي بالك ليبل انكودنج تمام. ففي الفيت ترانسفورم، الفيت ايش بتسوي؟ بتروح بتلف على كل الكاتيجوريز، بتروح بتحصل اليونيك فاليو، بتروح لكل واحد بتصادفه بتحط رمز معين، انكودنج معين، رقم معين، انتجر. هذا الكاتيجوري احمر ممرش عليه قبل هيك بحطه زيرو، بنزل تحت بعد هيك هذا ازرق اول مره يمر عليا فبحطه واحد، رجع احمر مر عليا لا حطه زيرو وهكذا. فهذه هي الفيت ترانسفورم تمام. فيت لوحدها ايش بتطلع؟ الكودز 0 1 2 3 بتحدد انه كل واحد لايش. ترانسفورم بتروح تستبدل بالضبط. وهذا الكلام نفس الاشي بالنسبه للفاليديشن. نحسب المين ابسوليوت ايرور قديش صارت؟ 165. مين افضل؟ الدروب
ولا الليبل انكودينج؟ ليبل انكودينج واضح. قديش تقريبا الفرق؟ 10,000. حلوين تمام. فهذا في الكومبيتيشن حيرفع عندكم السكور. شوف الاسلوب الثالث، وان هوت انكودينج ككود. لسه احنا حقيقة احنا هتمرن على هذا الكلام. طيب في الوان هوت انكودينج فينا عندي تو باراميترز بدي احدد البيهيفير تبعهم، اللي هو الهاندل انون بتساوي اجنور عشان ما يطلع ليش ايرورز في الفاليديشن سيت او في الفاليديشن داتا. فبالتالي كل ما تشوف انت كاتيجوري ما مررتش عليك قبل هيك تجاهلها. وعندي الخيار الثاني اللي هو السبارس بتساوي فولس. وهنا انت لازم تعرف ايش الفرق بين السبارس ماتريكس والكوندنس ماتريكس، او السبارس فيكتور والكوندنس فيكتور. سبارس فيكتور والكوندنس واحدة سبارس مبعثرة والثانية مضغوطة. السبارس هي عبارة عن إذا فيكتور with a lot of zeros، في zeros كتيرة. هذا الكلام منتج أنا عندي من الوان هوت إنكودينج، لأنه زي ما حكينا 10 categories راح يصير 10 أعمدة فيها بس one value واحد والباقي أصفار. فبالتالي هذا بنقدر نسميه sparse. ليش sparse؟ بيحتوي على زيروز كتيرة. تمام؟ هذه بتسبب أنا عندي مشاكل كتيرة إنه زي هيك. أول مشكلة بخصوص إنه هي بتحجز حجم كبير في الذاكرة، إنه أنت حاجز أماكن كتيرة وحاطط فيها بس زيروز. هل ممكن يكون في عندي ريبريزنتيشن مضغوط لهاي الشغلة؟ اللي هو أنا عندي الكوندنس ريبريزنتيشن. Is a condensed representation of sparse vector. كيف شكله؟ عبارة عن index زي هيك، index value. عليكم السلام. يعني كيف بيكون الريبريزنتيشن بهذا الشكل؟ اندكس فاليو، خليني افتح هذه زي هيك ارجع هنا، وهذه ارجع افتحها زي هيك. فبالتالي العمود الأول كيف بتم تمثيله؟ أنا عندي الاندكس 0 والفاليو 1. هذا صف من الصف الأول. ننزل للصف الثاني نفس الكلام 0 1. اللي بعده واحد واحد. مش واحد واحد. انا عندي ايش ال ايش ال ايش ال الاندكس اللي فيها فاليو زيرو. قديش الفاليو؟ واحد.
لانه هذا التمثيل ممكن انه هو يزبط معاك، لانه هنا قد تكون هنا خمسة هنا اربعة، فبالتالي هنا اندكس وفاليو بلزمني زي هيك. لو كان انت عندك زيروز وواحد ممكن انت تحط الانديسيز بس، بس الاضمن لانه السبارس مش بضرورة، انا حكيت a lot of zeros لكن القيمة اللي موجودة مش بضرورة تكون واحد، فبالتالي هنا اندكس وفاليو. فبالتالي هنا الاندكس اللي فيه فاليو هو عبارة عن زيرو، قديش الفاليو؟ واحد، وهنا برضو زيرو واحد، اللي بعده واحد والفاليو واحد، اللي بعده اثنين واحد زي هيك، تمام؟ يبقى هذا عبارة عن سبارس وهذا كوندنسد، تمام؟ فبالتالي هذا الباراميتر خلاص بالنسبة لإلك صار واضح. في أي سؤال فيه؟ هذا كتير شغلة كتير مهمة إنه أنت تكون عارفها، لأنه في عندك بعض لما تيجي تعمل إنكودينج وإنه أنت بدك توفر الذاكرة، فهنا إيش محطوط؟ فولس. إيش معناته؟ هيحجز حد ذاكرة كتير ولا لا؟ مش هيحجز ذاكرة كتير، هيستخدم الصيغة المضغوطة، هيستخدم الصيغة المضغوطة، تمام؟ فخلي بالك اعمل دائما هذا الباراميتر فولس. لو سبته زي هيك بصير انه ترو وبيحجز حجم كبير من الذاكرة. طيب نشوف هذا الكود كيف. بروح هنا من نفس الباكيج اسكيلر Pre-processing import one hot encoder. عرفت منه object. إيش حطيت؟ التو باراميترز اللي شرحناهم قبل شوية. Handle unknown ignore وsparse بتساوي false. كمان مرة الhandle unknown ليش؟ لأنه لو في category إحنا بنمشي هذا الكلام في التريننج، لو في الvalidation category ما مرتش عليا قبل هيك تجاهلها عشان ما طلع ليش error. وسبارس بتساوي فولس حكينا عنه، احنا عرفناه هنا بدنا نطبقه. كيف بدنا نطبقه؟ بروح هنا OH columns train اللي هو الكولومز تبعت ال one hot encoding ايش بتساوي؟ PD data frame. بروح بطبق، بفتح زي ال 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 imputation نفس الكيفية بالضبط، انه بعرف data frame وهنا بطبق ال imputation اللي هو هنا هطبق الانكودينج اللي هو OH one hot encoding dot fit transform. ايش بدي له بالضبط؟ اللي هو الداتا اللي فيها categorical او object attributes. هذا الكلام عملناه للترين، بعمله للتست. نعم نعم، هنا فت ترانسفورم، هنا ترانسفورم. نعم هذه العمليه بتضيع اسماء الاتريبيوتس او بتضيع الاندكس عفوا، تمام؟ فبالتالي هنا بروح بسترجعها في هاي الخطوه. طب انا استبدلتهم لازم اعملهم دروب، يعني هنا الكلر هذا خلص عملت منه ثلاث اعمده، فبالتالي هذا لازم يصير دروب، فبروح بحذف، فبروح بعمل دروب هنا للكولومز للأوبجكت كولومز في الترين وفي الفاليديشن. آخر خطوة إيش بدنا نسوي؟ بدنا نروح ندمج هذول التنين مع بعض اللي هما النيوميريكال أتريبيوتس بالإضافة للون هوت إنكودينج أتريبيوتس اللي عملناهم قبل شوي. هذا كلام في الترين وفي التست في الفاليديشن. نحسب المين ابسوليوت ايرور قديش طلع عندي؟ 166. هنا كان 165، تمام؟ هل هذا بالمطلق هو الافضل؟ حسب الالجوريثم وحسب البيانات وحسب عوامل كثيره. فدائما كيف بدك تحدد انه مين افضل؟ دائما في كل حاله بدك تحسب المين ابسوليوت ايرور
وتحدد ايش هو الابروتش هو البيست. طيب خلينا نحل الاكسرسايز. هنا طالب انه بدنا نعمل انكودينج وبدنا نشوف البيست ريزلت. تمام، فهذا السيت اب، وهنا خليوا بالكم انا عندي هنا الاكس اللي هي التريننج والاكس تيست اللي هي تيست، ملفات منفصله. تمام، شو سوينا فيها؟ عملنا دروب للاني، شلنا الميسنج. ليش؟ ما بركزش على الميسنج هنا، انا بركز على ايش؟ على الانكودينج، بركز على الكاتيجوريكال اتريبيوتس بدي اعملها انكودينج. فعملت هنا دروب ان اي اكسس بتساوي زيرو، معنى ذلك انه على مستوى الصفوف. تمام، وحددت الواي وحددت الاكس اللي هي البيانات تبعتي بعد ما عملت دروب للبرايس. هنا حددنا الكولومز والميسنج اتريبيوتس اللي هي هذه اللوب الفور لوب. تمام، وهي عملنا لها دروب، وعملنا لها دروب في التيست، وهي التقسيمه تبعتي اللي هو ترين وتيست. تمام، طيب نشوف الهيد. انا عندي الستريت، وعندي هنا لاند كونتور، في فاريابلز كثيره. بدنا نعرف داله اسمها سكور داتا سيت، بتريحنا. ايش بتعمل؟ بتاخذ البيانات، بتعرف راندوم فورست، بتعملها فيت وترانسفورم. نعم، وبتحسب لي الايرور. هاي بشغلها زي هيك، نجرب اول اسلوب، نعمل دروب للكولومز والكاتيجوريكال فاريبلز. كيف اعمل دروب؟ يبقى انا عندي اسم البيانات، ارجع اتذكره ايش هو كان، اكس ترين دوت دروب لاعمده. ايش هي الاعمده هذه؟ كان اسمها في ليست اسمها شو؟ باد. لا هاي لا، وينها؟ في اللي قبل. هذه ود ميسنج فاليو. لا احنا هيك بدنا نجيبها، بدي اكتب الفور لوب هاي، فبالتالي انا اوريدي موجوده عندي هنا، فممكن اخذها من هنا. فبالتالي باخذ هاي زي هيك، وهنا بدي احذف الشرط هذا. نعم خلاص بيكفي انه خلينا نشوف نجرب. وانا بدي اسميه cat
كولومز. وهنا بدي اقول له دروب للكات كولومز اكسس تساوي 1. هذا الكلام في الترين ونفس الكلام حيصير في الفاليديشن. اكس فال ولا فاليد؟ نعم. ليش ما عمل ايش؟ او ممكن تعمل اكسكلود للاوبجكت تريح راسك. هتكون نفس الاسم زي هيك. نعم. تمام. او بتجرب الاسلوب الثاني زي ما حكيت اللي هو select columns وبتقول له exclude d type بتساوي object. ايش يا استاذ؟ استثنينا الكاتيجوريكال اتريبيوتس بغض النظر شو كان النوع تبعها، كانت اوردينال ولا. الان بدنا نحسب المين ابسوليوت ايرور. ايش بدنا نديله؟ البيانات هذه اللي احنا عملناها اللي هو الدروب اكس ترين ودروب اكس فاليد. ايوه زي هيك. لا لسه. فهنا 178. جرب الاسلوب الثاني. هنا بحكي لي قبل ما انت تروح على الليبل انكودينج خلينا نفحص البيانات، وبدنا نحط هنا كونديشن 2 كولومز انه ذا كود ولا برنت انتريز ان بوث تريننج اند فاليديشن. هنا في كونديشن 2 موجود انا عندي هنا في وربما موجود هيو في هنا في النقاط. خلينا نشوف هنا جاب لي عدد اليونيك فاليوز في الكونديشن 2 قديش هي 1 2 3 4 5 6. وفي الترين 1 2 3 4 5 6 بس بترتيب مختلف اعتقد. تمام. هكذا احنا حنكتب كود عشان ايش نسوي؟ نستبدل. وين؟ وين؟ if you write code to fit the label encoder for training and then use it to transform both training and validation set you will get an error. تمام. ليش؟ هل في شغلة موجودة هنا مش موجودة هنا؟ هي ايش؟ النورم موجودة، البوست اي موجودة، الفيدر موجودة، البوست ان موجودة، ارتري موجودة، ار اي مش موجودة. في المقابل ما دام انه هذه ستة
تمام، وهذه ستة، يبقى معنى ذلك انه في هنا شغلة موجودة وهنا مش موجودة. نعم. لا منفعش منفعش. حاجات هنا ممكن انه نكتب كود هذا اخده زي هيك واقول هنا كنت 2 كات فار بتساوي هذا الكلام، وهنا ترين وهنا valid. حقيقة أنا عندي في البايثون ممكن أحول هذا الكلام لست وأجيب الديفرنس، فممكن هنا نستعين بكود إنه نشوف كيف في البايثون إنه ست ديفرنس، مش فاكر السنتاكس بالضبط، فممكن نجيبه من هنا. بايثون نضيف فبالتالي هاي ست A وست B، فبقول A dot difference B زي هيك، وبدنا نعمل العكس، فهذا الكلام بنعمله كاستنج لست تمام، وهذا كمان بنعمله كاستنج لست، جاب لي اياه، وساعتها بقول انه هنا هذا لترين دوت ديفرنس صح لا هذا الكلام لترين، بدنا نجيب الديفرنس بينه وبين الفاليد، ديفرنس وبدنا نجيب العكس، اي كود تاني هيك بين معايا بدون ما انا اضلني بعناية زي هيك، فبدنا نعمل العكس هنا، فبدنا نقول انه هذه نحطها هنا وهذه الفاليد وهنا الترين ده تيجي هنا هيك بين معايا ايش الموجود هناك ومش موجود هنا والعكس، فبالتالي بيطلع عندي تنتين تمام. فالفكرة في الموضوع انه في عندي في البايثون الست بقدر اجيب فيها الديفرنس بين تو سيتس، فعملت لهم كاستنج لست وجبت الديفرنس بيناتهم.
تمام. شاهينا كلامه مظبوط. لو عملنا انكودر عملنا له فيت في الترين وعملنا له ترانسفورم في تيست او في الفاليديشن حيطلع لي ايرور، حيطلع لي ايرور. طيب شو الحل؟ This is common problem. هذا الاشي وارد ما دام انه احنا بنعمل سبليت، وارد جدا انه يكون في عندك بل يعني انه يطلع كاتيجوريز موجوده في الترين مش موجوده في التست والعكس صحيح. تمام، فينا عندي عده اساليب عشان اعمل فيكس لهذا الاشي. اول اسلوب وين انا for instance you can write a custom label encoder to deal with the new categories. تمام، والسمبلست ابروتش انه هذا الاتريبيوت اللي فيه بروبليما نعمله دروب. فبالتالي هنا بدنا نشغل الكود اللي تحت اللي فيه بايثون ليست اسمها باد ليبل كولومز. تمام، وفي انا عندي الجود ليبل كولومز. فبالتالي هاي الاوبجكت اتريبيوتس حددناهم مين هم، انه التايب تبعهم اوبجكت. بدنا نحدد الجود. كيف بدنا نحدد الجود؟ انه احنا عملنا كاستنج لست. اذا الست هاي بتساوي الست هاي معنى ذلك انه فيش مشاكل، هذا جود. فبالتالي هنا رحنا لفينا على كل الكولومز في هذا في الاوبجكت في الاوبجكت كولومز. اذا كان الست لاسماء الاتريبيوتس هنا بتساوي نفس الست اللي هاي فبالتالي انه هذا جود اتريبيوت. اما الباد انه بيكون في انا عندي فرق، لانه يعني انا عندي هنا اف زي هيك. تمام، فبتحقق هذا الشرط انه بيساوي. طب اللي بيساووش كيف بدنا نجيبهم؟ بدنا نعمل هذا ناقص الجود. هذه الميزه تبعت الست انا عندي هنا في البايثون. في البايثون ممكن انه يكون في عندي ست زي هيك A B C D. تمام، فممكن انه انا اجيب الديفرنس زي ما احنا شفنا قبل شويه. فبالتالي انه باخذ كل الاتريبيوتس اللي فيها الجود وبطرح منهم باخذ كل الاتريبيوتس اللي فيها اوبجكت وبطرح منهم الجود، فبالتالي بضل عندي الباد. نعم، ثواني بس، هلقيت احنا بدنا نحدد الجود كولومز والباد كولومز. الجود ايش الشرط تبعها؟ انه الست في هذا الكولوم بتساوي الست في هذا الكولوم. تمام، طب اللي ما تحققش فيها الشرط كيف بدنا نجيبه؟ يا اما بنعمل نفس اللوب واقول هنا لا يساوي، او ببساطه بالضبط في البايثون بقدر اعمل عليها العمليات زي المجموعات انه ست ماينس ست ثانيه بروح بجيب لي الفرق. فبالتالي هنا كل الاوبجكتس الكل الاوبجكت اتريبيوتس ماينس الجود بيطلع عندي الباد. تمام، تفضل. احنا بدنا نعمل انكودينج وبدنا نعمل فيت. فالفيت كيف نعمل الفيت؟ في مشكله هلقيت. نعم، اذا كانت نفس الست نفس الكاتيجوريز هذا فيش فيه مشكله. صحيح، اه طبعا. ما هذا كلام شفناه هنا انه احنا جبنا ايش اليونيك فاليو لاتريبيوت زي الكونديشن 2 في الترين وفي الفاليد. هاي طلعت هذه هذا الكلام وهذا الكلام. انت لو عديتهم 6
هاي 1 2 3 4 5 6 وهنا 6، بس في شغلات موجودة هنا مش موجودة هنا والعكس صحيح. كيف جبتها؟ رحت عملت كاست لها، هذه عبارة عن array list تمام، رحت عملت لها كاست لست ورحت جبت الديفرنس بيناتهم بالعكس، انه لترين ماينس الفاليديشن والفاليديشن ماينس لترين. ايش طلع معاي؟ انه هدول موجودين في الترينينج مش موجودين في الفاليديشن، وهدول موجودين في الفاليديشن مش موجودين في الترينينج. نعم نعم، فعشان هيك الفت ولما اجي اعمل ترانسفورم حيطلع لنا مشكله، فبدنا نطلع الاتريبيوت هذا اللي بيسبب مشاكل. هذا واحد من الاساليب. معايا؟ طبقوا معايا؟ تمام. أنا سبق سألتكم في هذا الموضوع إنه أنتوا تطبقوا معايا لأنه أنا ماشي ببطء، ولا إنه أنتوا بتحبوا إنه أنا أشرح بشكل سريع وأترككم إنه أنتوا تطبقوا الإكسرسايز؟ كان التصويت إيش؟ الأغلبية بده هيك. بدكم تعملوا تص. يصوت كمان مرة. أنا معك تجريب مباشرة. أنت معه؟ معك تجريب مباشرة، يعني بركز أكثر يعني. أنا بالنسبة لي فيش مشكلة سواء هيك أو سواء هيك، أنا بتركوا المجال زي هيك وبترك له. أنت إيه أنت شو أنتوا شوفوا إيش البريفرنس تبعكم، أنا ما عنديش مشكلة. تمام. تقدر تركز معي لأنه هذا الكونسبت في شغلات فيها كونسبت، زي المرة الماضية مثلا، المرة الماضية تهتوا معايا شوية. يعني في آخرها هنا أنه لا جرب كذا، لا جرب كذا، وهنا 33 لا بدنا نسوي هيك كذا. فأنت لو كنت مركز معايا بضمنش برضو أنه أنت تكون ضلكم صح صح. فمش عارف طيب هذا الكود برضو احضيكم كمان فرصة انه احنا نكتب هذا الكود من سكراتش تمام، لانه شغلة مهمة انه الكود هذا زخم شوية، فبديك تتعود انه انت تكتب من الصفر مش انه اكواد وتعدل عليها وترجع الدوكيومنتيشن وترجع تكتب الكود لحالك يعني تمام. كمان شوية تمام. هنا زي ما وعدتكم يعني انه انتم زي ما انتم شايفين هنا انا بضيف سيل عشان انا اشرح لكم فيها شغلات، زي ما حكيت هنا انه انا هعملها داونلود وححطها على الجيت هاب يعني، بس مستني اجازة العيد. طب إجازة العيد في عندك شغلات كتيرة متلتلة بدك تسويها. تمام. وهنا إيش بده يسوي؟ بده يطبع هذا الكلام. فخلينا نشغل هاي السيل. يبقى هنا طبع الجود، هنا في عندي طباعة قبل categorical columns that will be label encoded اللي هي هدول كلهم، وهذا will be dropped هدول كلهم bad. هدول شايف كم واحد bad كتير. يبقى هنا في هذه الخطوة شو عملنا؟ دروب للباد كولومز في الترين وفي الفاليديشن.
وهنا طالب بعد هيك انه احنا نطبق الليبل انكودينج، انه نحط الكود تبعي في الليبل انكودينج. طبعا في عندي هنا الامبورت حطيت لي اياه جاهز، فباخذ بعرف منه اوبجكت ليبل انكودر بتساوي، وحطينا تو باراميترز ايش هما، سبارس بتساوي فولس، وكمان ايش هاندل انون بتساوي اغنور. كيف بدنا نطبقه؟ هو بيستخدم الصيغه هذه او اتش وان هوت انكودد ل هذا الكلام، ضفنا عليه انه هذه البريفكس انه عشان يعطي انطباع انه تم تطبيق الوان هوت انكودينج لها، بتساوي bd.dataframe، وهنا بدي اخذ الانكودر واقول له هنا دوت فيت ترانسفورم الداتا تبعتي. هذا الكلام للترين والفاليديشن حيكون، حغير تغييرات هنا valid وهنا transform على طول زي ما تعودنا، وهنا برضو valid. كيف؟ لا كيف يعني الكولوم نيمز القديمة؟ هو 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 اللي أي حاجة فيها يعني إنه ترانسفورميشن طريقة الاستدعاء تبعتها زي هيك، إنه لازم إنه أنت تحط له إياها في داتا فريم زي ما شفنا في الإمبيوتيشن، نفس الطريقة انه انت بتعرف data frame وبتقول له هنا بتطبق فيها الامبيوتيشن وبترجع هذا الكلام بتخزنه وين؟ هنا زي هيك. فهذا انه احنا حسب ما شفنا هنا نفس الكلام، فيبقى هنا one hot encoding columns train بتساوي bd data frame، وهنا الانكودر تبعي، هنا الانكودر انه مسميه OH. بس ثواني انا يمكن انه انا ضعت شويه، احنا لسه في ما لسه ما عملناش ليه احنا ليبل انكودينج. طيب لانه هذا يعني انه انا مست هاي الشغله، هذا ليبل انكودينج، ليبل انكودر هيو اسمه ليبل انكودر، فبالتالي هنا هذا برمز له ال اي ليبل انكودر. نعم انا ضيعت شوية، فبالتالي الليبل انكودر هنا بس بدي اتأكد انه السنتاكس صح. هذا الدروب هنا ليبل انكودر، هلا هنا لا في لوب بدي الف عليهم، بدي الف عليهم، بديش اطبق هذا الكلام على الكل، فخليني اخذ السينتاكس تبع هاي. هو هيك زي هيك كلها، وببدل انه هنا انا عندي فيت ترانسفورم للترين وترانسفورم للتست، هذا كلام زي هيك. يبقى هنا فور كولوم ان احنا سميناهم ايش اسماء الكولومز هدول اللي هم الجود ليبل كولومز.
نعم. يبقى هنا الليبل اكس ترين اوف الكولوم بتساوي ليبل انكودر نفس التسمية دوت فيت نفس الاشي وهنا نفس الاشي خلاص. كيف؟ ليه؟ صحيح مزبوط. مزبوط كمان. هيك تمام. بس هنا ما اخذ كوبي من البيانات في الاول. هنا زي هيك. لازم اخذ منها كوبي عشان انه هذه بتضلها انتشت عشان اقدر اطبق عليها الون هوت انكودنج فيما بعد. باخذ منها نسخة. فبالتالي هاي هذه صارت هاي ومعرفة يعني. You need still to encode some categorical. يبقى باخذ نسخة من هاي. أو لا استنى. هاي هم دروب وهنا أوكي أوكي خلاص أوريدي معرفين أوكي خلاص ما أخذ منهم. أنا شفتش هدول الأسطر. هيك كوركت. صحيح. هذا الكلام عملناه في خطوة أوريدي سابقة يعني. قبل. بطلع ايرور هذا الكلام. أنا ما شغلتوش بس بطلع ايرور. فأنت لازم تلف عليهم كولوم 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 اللي ماشي بس للترانسفورميشن تقدرش تقدرش تعطي له الداتا سيت كامله فيها نيوميريك وفيها كاتيجوريكال وتقول له انه عمل لي ليبل انكودنج. لا بزبطش بدك تديله هنا. عشان هيك احنا بنلف على كولوم كولوم في الكاتيجوريكال تمام وانه بنروح بنطبق الترانسفورميشن هذا. متخيل معايا؟ هنا ارجع على الداتا سيت. ايش في عندي هنا؟ MS sub class هذا عبارة عن integer. وعندك هنا lot area هذا عبارة عن integer. احنا فصلنا numeric لحال والcategorical لحال. بعدين الcategorical اللي مسكتهم قسمتهم ل good و bad. لا للترين بدي اضلني مش ماسكها مش ماسكها بالمره. للترين بديش امسكها بالمره. الاكس ترين الاصليه بديش امسكها بالمره. ليش؟ لانه انا بجرب عده اساليب. فلو انت غيرت عليها خلاص تغيرت. فانت احنا بدنا نجرب حسبنا مين ابسوليوت ايرور للطريقه الاولى وهي احنا في الطريقه الثانيه وبدنا نشوف الطريقه الثالثه. فكل مره باخذ منها نسخه. يبقى هنا correct. ايش ضايل؟ ضايل انه نحسب الايرور. هاي قديش طلع معاكم؟ 175. والدروب قديش كان؟ الدروب قديش كان؟ كيف؟ لا طلعنا هايو. انت فقدت السياق. 178. يبقى هاي الخطوة هذه اللي هو drop columns with categorical variables خلاص بنعملهم drop وبنريح راسنا. قديش طلعت؟ 178. 17,800. الآن في الخطوة الثانية اللي هي label encoding الأسلوب الثاني لما حسبنا الايرور قديش طلع؟ 17
و500 يبقى هذه أفضل. مش فرق بس إنه هذه إنه أفضل. وين أي كود؟ طيب هنا بحكي لي انه التعامل مع الكاتيجوريكال انه نعمل انكودنج للكاتيجوريكال اتريبيوتس افضل من انه احنا نعملهم دروب. تمام. الخطوه اللي بعد هيك بدنا نجرب الكاردناليتي اللي هي الون هوت انكودنج. يبقى كاردناليتي بدك تربط انه هي ون هوت انكودنج. طبعا هذه عباره عن بس بطلب مني اني اشغلها بدون اي تغيير. ايش حتجيب لي؟ حتجيب لي عدد اليونيك انتريز في كل كولومز في الكاتيجوريكال داتا عشان اشوف قديش حجمها عشان اقدر قديش راح يطلع معايا اتريبيوتس. احنا اتفقنا انه عمود بثلاثة كاتيجوري حنعمل له دروب وحنستبدله بثلاثة، عمود بعشرة كاتيجوري حنعمل له دروب ونستبدله بعشر اعمدة. فبالتالي اتخيل انا عندي ثلاث اعمده في كل واحده فيها 10 كاتيجوريز قديش حيصير؟ 30. تمام. فهذه حطلع لي الاعداد. فهنا في الستريت في عندي 2 يوتيليتي 2 2 2 3 4 5. طبعا هنا سورتد مطلع لي اياهم انه هذا عباره عن ديكشنري، انه جاب لي اياهم زي هيك انه عباره عن ديكشنري. فبنلاحظ هنا انه هاي 6 7 اكثر اشي قديش؟ 25 عمود. هنا 16 عمود 15 عمود 9 اعمدة. هذا بدي لك انطباع انه قديش حيصير الدايمنشناليتي تبعت الداتا سيت. كيف؟ 25 عمود. ايوه هاي شايف هدول كم كاتيجوري؟ ثلاث. قديش صاروا عمود؟ طيب لما يكون في عندك عمود في 25 كاتيجوري حنستبدله في الون هوت انكودنج، ايش حنسوي؟ حنعمل قباله 25 عمود، صح؟ ايش بيكون؟ اقبال الفاليو واحد والبقية كله زيروز. نعم. طيب هنا طالب مني انه قديش عدد كاتيجوريكال فاريابلز اكبر من 10. 2 1 2 3 ايوه حطهم زي هيك 3 مباشرة. وهنا how many columns are needed to one hot encoding؟ 25. لا. How many columns are needed to one hot encode that neighboring لهذا الاتريبيوت variables؟ هذه آخر واحدة 25. أوكي. تمام. هيك بس انه هو انه بتأكد انه انا استوعبت هذا الكلام، يعني انه هجيت هذا العمود حنستبدله ب 25 عمود. هيو زي ما هو طالب مني. هنا بيقول لي انه كم عمود احنا محتاجين لما اطبق الون هوت انكودينج، فبالتالي 25 عمود. طيب هنا التحليل انه في اللارج داتا سيت، فبالتالي انه هذه ممكن انا احسبها بالطريقه هذه. بقول هنا for this reason we typically will only one hot encodings للكولومز اللي الها low cardinality، لانه لو احنا عملنا اكثر شيء اكثر من هيك بسبب انه انا عندي high dimensional data
تاخذ حجم كبير في الذاكره تمام، وبصير التعامل معها صعب. والهاي كاردناليتي ايش بدنا نعمل فيهم؟ يا ما بنعملهم دروب، يا ما بنستخدم معهم الاسلوب الثاني اللي هو الليبل انكودنج افضل. فبالتالي هذه بتضلها كعمود واحد وبتم استبداله 0 1 2 لغاية 25، هيك أفضل ما إنه أنت تعمل label encoding one hot encoding عفوا. طيب هنا كإكزامبل افترض إنه أنا عندي داتا سيت عليكم السلام كيف؟ قبل العشرة ماشي أوكي ماشي. هنا خليك معي لو سمحت، هنا بحكي لي كإكزامبل افترض انه انا عندي داتا سيت فيها كم رو؟ 10,000. كم اتريبيوت فيها؟ تحتوي على 1 كاتيجوريكال كولوم فيها في 100 يونيك انتري. نعم. ليش 2 اس 100؟ لا 100 حيصير يعني 100 كاتيجوري، اعتبره 100 كاتيجوري. يعني هنا معنى الكلام انه انت عندك داتا سيت فيها 10,000 سجل، سيبنا من هذا الكلام، بيقول لك انه فيها عمود واحد تمام، عمود واحد الفاليو اللي في العمود هذا قديش اليونيك انتريز اللي فيها 100، فبالتالي لو بنطبق وان هوت انكودنج قديش حتصير؟ 100 كولومز تمام. If this column is replaced with corresponding one hot encoding, how many entries are added to the data set؟ خلي بالك في السؤال هذا تريكي شويه، يعني انه بيقول لك how many entries، الانتريز انا بقصد فيها صف مع عمود، عشان هيك مدي لك هذا الرقم. بالضبط عدد السيلز. والسؤال الثاني if we instead replace the columns with label encoding، كم انتري راح يصير انا عندي في الداتا سيت، كم ادخال راح يصير في الحاله الاولى؟ أنا عندي 100 عمود تمام في 10,000، هنا يبقى هنا 100 ضرب 10,000 زي هيك. وهنا في الحالة الثانية إنه لو كان، بس خلي بالك هذه فيها برضو نقطة هلقيت حقول لك إياها، خلينا نشوف الجواب صح ولا لا وبعديها حقول لك اياه. وهنا في عندك نقطة تانية انه اذا استخدمنا الليبل انكودنج كم انتري راح يتم اضافته؟ قديش؟ 1000. ليش 1000؟ ال 10,000 مظبوط. واضح ليش هاي 10,000؟ يعني كلهم واحد. كلهم واحد، بس كم إدخال أنت عندك في البيانات؟ كلهم حتستبدلهم، فبالتالي حتستبدل 10,000. خلينا نشوف الجواب صح ولا لا. الجواب مش صحيح. عملية الضرب؟ عملية الضرب بدنا نشيل ايش؟ هدول؟ لا زين ليش غلط؟
مش احنا فاك يعني هنا هنا احسبها معايا انا في عندي 100 صف تمام طيب. وعندي عمود واحد في 100 انتري فبالتالي كم عملية ادخال راح يصير عندك تغيير صف وعمود ناقص او زائد عفوا قديش 10,000 ناقص 10,000 السبب مش مزبوط زائد عفوا زائد لا لا هذا صح بس الليبل اللي غلط دكتور هذا صح بس الليبل اللي غلط هذا بالسالب صح صح ناقص مزبوط طيب هذا ليش غلط لا هذا اللي غلط لا يا دكتور انا عندي شرن بعملت شرن غيره لكن هذا الليبل اللي غلط طب خلينا نحل هذه أول هذه ببساطة اللي انت عملت لها دروب اللي انت عملت لها دروب مش احنا حكينا انه عمود بنستبدله ب يعني عمود بثلاثة فاريبلز بنعمل دروب لهذا وبنضيف ثلاثة أعمدة كيف؟ استنى خلينا نشوف نحلل زيرو يبقى زيرو هذا مش منطق ليش مش منطق السؤال مش السؤال ده بنسى لا هو بقول لك كم عملية ادخال لما انت دخلت في الموضوع انه انت شغلات انت بتشيلها وشغلات بتحطها فبالتالي انه كتوتال انه هاي عملية ادخال انت عملتها زي هيك بس الاصل راح هو انا قديش ادخلته بس ما قديش حدث هو احنا قاعدين نشيل الماده الاصليه كل من الاصلي how many entries added هو طالب الادب بس نعم ايش اللي انحدث ما مشكله هو احنا مش نيتف بس هي هيك فعلا لانه هنا اشوف how many entries are added by replacing the columns with the مدام هنا حكى replacing يبقى في استبدال كيف صار كيف وصلنا هي لا اخفيك انه مش واضحه لا مش واضحه مش واضحه طيب نشوف قديش ضايلنا هنا كنت تاخذوا بريك ولا نكمل ضروري عشان ايش حاسس ان انت فصلت هلقيت بس ولا من الربع الاول النص الاول طيب خلينا نتوقف هنا خلينا ناخذ بريك وبنرجع تاني عند ستيب 4 انه احنا بدنا نحسب المين ابسوليوت ايرور ل الون هوت انكودنج لسه ما طبقناهوش احنا بس احنا عمالين يعني عمال نتخيل انه قديش راح ينضاف وقديش راح ينحدث من الدات طيب خلينا نستأنف كنت توقفنا عند هذه الخطوة اللي هي ستيب 4 ون هوت انكودينج في هذه الخطوة هنشوف نختبر الون هوت انكودينج
بدل ما نطبقها على كل الكاتيجوريكال فاريبلز فقط حنطبقها على الكاتيجوريكال فاريبلز اللي اقل من 10. وحكينا السبب في ذلك ايش هو، انه لما يكون في عندك هاي دايمنشنال او هاي يعني عدد الكاتيجوريكال كتير، انه شفنا قديش عدد الانتريز اللي راح تنضاف انه كعدد كبير جدا يعني. طيب فحنشغل الكود اللي تحت. الكود اللي تحت في فاريبل اسمه لو كاردينالتي كولومز، تمام، يحتوي على هذا الشرط انه يكون اوبجكت بالاضافه للنمبر اوف يونيك انتريز او يونيك فاليو انه تكون اقل من 10. اما الهاي كاردينالتي بدنا نعملها دروب من الداتا سيت، تمام. طيب فبالتالي انه هذه انه عباره عن لو كاردينالتي، انه الشرط اللي فيها هنا الكونديشن انه يكون اقل، انه يكون انه النمبر بدي الف على الكولومز ويكون النمبر تبع اليونيك فاليو اقل من 10، في نفس الوقت انه الداتا تايب تبعتها انه تكون اوبجكت، هيها اوريدي اصلا لان بنلف على الاوبجكت كولومز. والهاي كاردينالتي انه عباره عن ست بنجيب الديفرنسز بيناتهم بهذا الشكل، فحنطبعهم زي هيك. فجاب لي اول حاجه الست اللي عباره عن كاتيجوريكال واقل من 10 واللي حصير لهم وان هوت انكودينج، واللي حعملهم دروب هذول الثلاثه نيبرهود اكستيريور سكند واكستيريور فيرست. فبالتالي حنستخدم هدول المعلومات، هنعمل وان هوت انكودينج، حنطبقه على ترين اكس والاكس الاكس ترين والاكس فاليد، وحنعمل داتا فريم نرجع فيه الاو اتش الوان هوت اكس ترين والاو اتش اكس فاليد. فبالتالي هنا هحط الكود تبعي، هو عباره عن bd.data frame، بدي اعرف اول اوبجكت من الانكودر oh encoder تساوي، وحكينا البارامتر اللي هو sparse بتساوي false، والثاني اللي هو handle unknown تساوي ignore عشان نتجنب اي ايرور بيصير معي. وهنا بنطبق الانكودر هذا dot fit transform، وبدنا نديله البيانات اللي هي اول بدنا نعمل دروب لل لهذه للهاي كاردينالتي، بدنا نعملهم دروب كيف مش سامع من البيانات تبعتي الاكس ترين والاكس فاليد. فبالتالي هنا سميها اكس ترين new مثلا تساوي x train drop لهدول الكولومز access بتساوي 1. هذا الكلام بنطبقه على الفاليد وهي الانكودر تبعي، وبنطبقه هنا fit transform على ال x train، وهذا الكلام حيكون بالمثل على ال valid
حيكون الترانسفورم فقط. بارس الاس سمول ال او اتش اكس ترين شود هاف 155 كيف بده كونكاتينيت. خليني اشوف الشيب تبعه قديش هالجيت. فبنقول دوت فاتي في جملة print dot بدنا بعد كتير بدنا نعمل اول حاجه دروب لهدول اللي هم اللو كاردينالتي اتريبيوت. بدنا نعملهم دروب. فبالتالي هنا اللو كاردينالتي مش احنا عملنا وان هوت انكودينج تمام. بدنا نعملهم دروب. فبتصير انه هاي هذا الكلام بيساوي دوت دروب low cardinality columns والاكسس بتساوي 1. هذا الكلام بنشوف الشيب بعد ما عملنا دروب لهدول. خليني اشغل كيف غير اسم ايش لا ممكن احط انه في نفس اخذنا في نفسه يعني بس خليني اشوف الايرور اول ايش هو. كي ايرور مش موجودين. مش موجود الايش؟ لا لا احنا في لسه في السل هذه يعني انه هنا بعد ما عملت الانكودينج هذول الجملتين طرد نعمل دروب قبل ما اعمل دروب للهاي. ليه ايوه انا بقول لك هاي كاتيجوريكال هاي كاردينالتي كولومز كونتينز ا ليست اوف كاتيجوري كولومز ذات ويل بي دروبد فروم ذا داتا سيت. ما انا هيني عامل بعد الترانسفورميشن بس خليني اقرا هنا.
and the full list categorical columns can be found. وهنا you need one hot encoding categorical variable in low. All others should be dropped. بدي ايش؟ تحدد الاكسترام الزوج الترانسفورم. اه بس ليش بقول انه الكولومز مش موجوده؟ The full list of categorical columns in the dataset can be found. Object columns. حقيت هنا في لا هنا في شيء for loop. يعني هنا هيو عرف الوان هوت انكودر وعمل داتا فريم واحنا عاملين داتا فريم صح؟ هيو بي دي داتا فريم طبق الانكودر فيت ترانسفورم للكولوم اوبجيكتس. طيب اوكي خليني امشي وراء. انا ايش بدي اسوي هنا؟ هذه احنا بدنا بدناش نعمل على كل الداتا سيت، بدنا نعمل على سب داتا سيت زي هيك، وهذه زي هيك. هيك بتصور انه تمام، وهذه بتصير انه دروب بعديها للدروب زي هيك. اوكي هو عمل انكودنج للكل عشان هيك الرقم كثير كبير، فعشان هيك بدنا نعمل فيت ترانسفورم للتريننج بس للكولومز هدول. صحيح بس هذا انه بعملها في جمله واحده. خليني اشوف قصدك انه قصدك كبايب لاين يعني؟ لا لا خلينا على هذه حاليا، خلينا على هذه حاليا عشان ما خلينا نعمل فيكس للايرور. مش مهم السنتاكس، خلينا المهم انه طيب بدي انا امشي وراء، بدي اعمل لهاي الليست زي ما هو عامل لهاي الاوبجكت وبعديها زي هيك وهذا الدروب. مش في الاندكس وهذا الدروب بدنا نشيله كمان. نسمي الداتا سيت تبعتي انه هيك هيك معقول، الشيب معقول هيك تمام. يبقى انا مشيت زي ما هو حاكي انه بحكي لي انه هنا the full list of categorical columns in the data set can be found في هذه الليست اللي هي هاي وطبقتها هنا تمام. والدروب اللي اول انا هذا انه اوكي ما بدناش اياه، فهيك طبق على كل الكاتيجوريكال داتا سيت وبعديها بنشوف كيف بدنا نعمل دروب. حقيته هو ضايل انكوركت لازم يكون 155 لازم يتخفض، فبالتالي هنا بنعمل الدروب للهاي كاردينالتي. نعم
ثانية لو هذول كي ايرور برضو. طيب حكيت هنا الشيب كيف شكله، الشيب شكله 178 وهو بحكي لي هنا يفترض انه يكون 155. طيب you should only one hot encode in the categorical variable in low cardinality, all other objects should be dropped from the datasets. طب لو عملنا هاي هيك هنا 122 وبعديها بدنا نعمل الكات هيك مزبوط اعتقد. زي ما هو عامل هنا كيف؟ ماله؟ لأنه الـ One Hot Encoding بضيع الـ Index فبدنا نرجع. طب نحطها زي هيك زي ما هي. كيف؟ مش سامع. تمام انا لسه ما عملتش كون كاتينيت فلقيت هنا الكون كاتينيت انه احنا هاي خطوة الدروب هيا هنا هادي الاوبجكت كولومز كلها بدنا نعملها دروب تمام وبعديها بنعمل كونكاتينيت. فبالتالي هنا عملت دروب للهاي كاردناليتي وللأوبجكت صح؟ لا هاي كاردناليتي للأوبجكت بس يعني هي بتشمل التنتين. نعم هيك تمام أعتقد. هنا أكسس بتساوي واحد وهذا الكلام بعديها بدنا نعمل كونكاتينيت مع النيومريك صح؟ اسمها زي هيك فوق النيومريك اتريبيوتس. تمام فهذي بصير ملهاش لازمة او خلينا نشوف الشيب يعني مش مشكلة. فافترض انه يطلع 155 كي ايرور. هدول الاتريبيوتس مش موجوده يمكن انت مش عامل الاكس ترين نفسه والله تعمل او اتش بتعمل اكس ترين نفسه كبير الجروب من الاكس ترين. تمام هيك وهنا الكونكاتينيت بيساوي خلينا
كيف اكس فاليد. هذه مش موجودة فوق. أي لا هاي وحدين. لا أنا أعتقد إنه هو إيش بده. هذه ممكن نسميها اكسترين نيو. وهذه تصير كونكاتينيشن هذه معك. تمام هيك 155. متخيلين الخطوات كيف؟ قال الخطوة الأولى إيش بدي أسوي؟ الخطوة الأولى إنه أنا بدي أطبق الإنكودينج على بس اللو كاردناليتي كولومز. هذا الكلام حيتخزن في هذه الداتا فريم اللي هو الـ OH X train OH X valid. هذه أكم فيها عمود، يعني بيكون فيها الأعمدة حسب اللي هي اللو كاردناليتي كولومز. هذه الكولومز بعد ما يصير لها إنكودينج تتخزن هنا. تمام. بعديها الداتا ست الاصليه اللي هو الاكس ترين هذه تمام، بدنا نعمل منها دروب للاوبجكت كولومز كلها، هي اوريدي موجوده فيها، فسميناها هنا اكس ترين نيو واكس فاليد نيو. تمام. بعديها بدنا ندمج التنتين سوا اللي هما البقيه بعد الدروب للاوبجكت كولومز اللي هي النيوميريك بالإضافة للإنكودد أتريبيوتس زي هيك، والشيب طلع 155 زي ما هو حكى. تمام واضح يا جماعة. بضل نحسب الإيرور قديش طلع معاكم. في عندي missing value فبدنا نضطر ان احنا نعالجها. خلينا نشوف هاي. دي عبيها بزي هنا بيعبيها بزيرو fixed value. فبنا نعمل عشان نعمل imputation. فهنا بنا نفتح cell كود سيل جديدة، نحكي هنا from ascii.learn.preprocessing import. اعتقد انه اسمه كان simple imputer. simple imputation ASCII learn simple imputer. هذه بتستبدل بالمين، كان اسمها simple imputer عندنا صح؟ imputer هي نفسها. فبالتالي هنا ASCII learn مش pre-processing impute
import ل simple imputer. بنعرف منه object imputer تساوي simple imputer. بسيبه الديفولت. الاستراتيجي حتكون انه حيستبدل بالمتوسط، وهذا كلام وين حنطبقه؟ حنطبقه على الـ valid dataset. فبالتالي هنا في التنتين، لا لانه احنا في هذيك انه احنا عملنا اوريدي تريننج. اوكي في التريننج. اوكي ماشي. وهذا بنسميه اندرسكور امبيوتد تساوي bd data frame. شو بدنا نعطيله؟ الامبيوتر dot fit trans for لهذه الداتاسيت، وهذا الكلام بنطبقه للفاليديشن. وهنا بصير ترانسفور فأنا بدي أضطر إن أنا أعطيه هذه، بدي أخليها ككود بعلقها عشان إذا احتاجتها. وهنا بستبدل الإمبيوتد، وهنا الإمبيوتد. اعتقد بدنا نرجع الاندكس لازم، او لاسماء الكولومز اعتقد. فبنحكي له هنا هذا الكلام كولومز بتساوي هذا الكلام دوت كولومز. نأمل إنه هو يكون الخطأ فلسه. بس هو انتقل الخطأ من كونه إنه فيت، كانت إنه في دالة الفيت يعني بين يعني هذا الكلام لو بدونه هاي شغلنا زي هيك. وهنا بحكي لي إنه ايوه في هذا السطر في هذه الدالة اللي هو السكور داتا سيت اللي موجودة عندنا فوق في الفت. هلقيت لما احنا عملناه ضايل هو نفسه ولا لا؟ نفس الخطأ. يبقى مشكلة ثانية. كيف؟ هنا ايش بحكي؟ انه number of labels is not match number of labels.
الشيء بتاعهم بين الدال وبين الترينينج. يعني هنا احنا الانفيتيشن نطبقه فقط على التريني على الفاليديشن، بتصور هيك فقط على الفاليديشن، انه هو شك انه في شيء عدد الروز في الترانسفور الثاني هنا. عدد الروز اختلف؟ الاندكس شلته انا. انا ما رجعتش الاندكس هنا، هاي عملت امبيوتيشن ما رجعتش الاندكس. طب ماشي هذا اوكي ما لهاش لازمة. وهادي ماشي بس هنا هذا بحكي على احنا هاي اجيب لك الشيب. هاي هنا الشيب كان في عنا 1410 هو 1410. شفت الرقم انا هذا هنا هيو. ايوه بالضبط. كيف صحيح. طيب استنى شويه، لقيت هنا في الكولينج ترين امبيوتد وفاليد امبيوتد، هذا ماخذ الترين وهذا ماخذ الفاليد. طيب هنا نشوف بعد الامبيوتيشن نشوف الشيب. ضايل زي ما هو ما تغير شيء. بس كيف؟ هذا قال انه حكى كوركت. هو حكى كوركت لانه ما يعتمد على عدد العمدان، هو 155. شو رايك يا كوركت؟ ما نفترش على عدد. لا بكون مش طب احنا بنشتغل على اعمده ما لعبناش في الصفوف خالص. هو انا لما زيدت خالص يعني حتى الزوجه هذا هو الفرق بيني وبينك، انه انت استسلمت على طول وانا ما استسلمتش على طول. تهت في الطريق تبعتي. لا طب ما هو انت عارف يعني حاول هكذا. انت بتشتغل على هذه انه انت قدامك موجود قدامك الحل، بس على ريال بروبلم انه انت بتكتب كود لوحدك فيش اكسرسايز انه انت تشوف الحل تبعك صح ولا لا. بدك تكون عارف ايش المشكله بالضبط. المشكله هاي اقول لك هذا الكلام هاي الغيه كله تمام زي هيك. المشكله انا مش حقدر الغيه لانه اوريدي انه موجوده في الذاكره يعني، بس ممكن اعمل run all تمام عشان اورجي لك ايش المشكله. هيطلع لي هنا ايرور، هنا الايرور. فهذا الكلام بدنا نرجعه للكلام القديم
ايش حكى سيادته؟ حكى سيادته انه في missing value، لو سمحت عالجها، يا اما استخدم الامبيوتر يا اما استخدم اللي هو الباندا في الاني بس. فعشان هيك احنا طلعنا هنا وعملنا امبيوتيشن، بس الاختلاف هنا ASCII Learn Pre-Processing Imputer. لا لا بس ثواني لحظة، أنا شايف إنه هنا ASCII Learn Impute وهنا ASCII Learn Pre-Processing موجودة هنا، فأنا بدي أرجع، استنى خليني أرجع في هنا في ASCII Learn إنه هل الباكيج فعلا بتختلف ولا لا؟ طيب بري بروسيسنج شكله كانت انه موجوده هنا في باكج سابقه وحولوها للامبيوتيشن. جربت بالفل انا اي ولا مش شغال معنا انت؟ طيب طيب هاي للفيل ان اي، الفيل ان اي شفنا الكود تبعها وين؟ هذا لا 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 شفناه قبل شوي، فا اوكي بنرجع نفتحه تاني. ثواني بس طول بالك علي لحظة. هذول عددهم مختلف غريبة، هذول عددهم كيف؟ بلت؟ لا قبل هيك كنا نحسب الايرور عادي، يعني هاي ارجع هنا حسبنا ايرور هاي واي ترين واي فاليد هيك الترتيب. هنا كان مين اللي
why train, why valid. كيف؟ ليش مختلف؟ لأنه هاي في هاي الدالة، في هذه الدالة في الإيفاليويت إيش بيحاول إنه يعمل؟ هاي بديله الواي فاليد والواي بريد، حكيت هدول أطوالهم مختلفة أعتقد. أو هنا في هاي الجملة، في جملة إنه الواي الإكس ترين والواي ترين أطوالهم مختلفة عدد السجلات. خلينا نشوف الإيرور هنا عند أي، بدأ عند مين؟ بدأ في جملة الفت، فبالتالي الإكس ترين مختلفة عن الواي ترين. فهنا عشان نشوف وين المشكلة بالضبط، في أول حساب للخطأ أيوة هنا ممكن إيش نعمل؟ نضيف سل هنا ونقول له إنه الواي ترين هاي الإكس ترين دوت شيب، وهنا 1168 نفس الرقم اللي هداك، والواي ترين دوت شيب ما دام الإيرور في الفت 1168. تمام، هجيت أول ما إجينا إحنا هنا اختلف الموضوع، إجينا شفنا الشيب صار 1400. كيف؟ رجع الاندكس. مش هيك احنا بنراجع الاندكس؟ الاندكس لسه في ضايل فيها غلط، ف في هاي هاي هنا كانت 1168 هنا في روز طارت، في روز طارت وكان يطلع هنا 155 خلاص. قلت لي ايش؟ مظبوط. هي تشيل اليوم من هنا وخلي الاكس ترين بس لحاله. كيف؟ ترجع الاسم للاندكس للعمود، تشيل اليوم وخلي الاكس ترين لحاله. هاي اكس ترين لحاله. وهاي اكس ترين لحاله. هيو عند جملة الاندكس نفسها.
كيف؟ مظبوط. وين ال وين الوان هوت إنكودينج هاي؟ مظبوط. يا سلام. تمام. كيف؟ برضو اليو بقت زيادة. برضو الإيه؟ اليو كانت زيادة. خلينا نجرب. مش معرف انه انه هاي هالنيو تحت. هو 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 كترتيب انه احنا نرجع الانديسيز مباشره بعد الـ بعد الترانسفورميشن. هاي الخطوه احنا ما عملناهاش. هيك الامور تمام. وهيك انه في الان اي بزيرو عبينا كله بزيروز الميسنج. ممكن نرجع الانبيوتيشن على الجيت بس خلينا نتفقد انه تمام. تمام طلع 175 فبالتالي هاي بنعطلها ونرجع انه نستبدل بالمين احسن من الزيرو. فزي هيك وهنا هادي ترانسفورم وهنا بنرجع نتأكد من الشيبس وهنا الكولومز ما بتهمنيش يعني ضايل نفس هو الشيب تمام. وهنا لما نيجي نحسب الايرور ساعتها لا هاتي بدي اعلقها وارجع هاي مية وخمسة وسبعين فرقت كتير؟ لا انه احنا بدنا نرجع الانديسيز بعد الترانسفورميشن مباشره. نعم لا قبل قبل الكونكاتينيشن بدنا نرجع الانديسيز بعد الترانسفورميشن بعد الون هوت انكودينج مباشره. لازم ترجع الانديسيز مهمه في الخطوه هاي. طيب هنا 175 ذكروني اللي قبليه قديش كان؟ في حدا فاكر؟ كيف؟ ايش سؤالك؟ خمسة وعشرين لو شغلت على ايش؟ بدون امبيوتيشن. وهاي بدون امبيوتيشن يبقى ما كانش في ميسنج فاليو. معنى الكلام هو يبدو انه بعد ما فقد الانديسيز بيعتقد انه كان زي هيك. هاي هادي كي لا بتقدرش تجزم برضو برضو برضو. اتذكر دائما انه انت موجود في نوت بوك معنى ذلك انه الرن السابق موجود. فعشان تتاكد من الشغله هذه بدك تعمل رن اول مره ثانيه. فلقيت اذا طلع انه عملت رن اول وقال لي في ميسنج فاليو بدي اجي اخلص عليك. فماشي بدي امشي معك انا وبدي اعمل رن اول. مظبوط مظبوط كلامك انت تربح. انت مش هتمشي. انا بقول لك من هالجيت انت مش هتمشي مش هتمشي في شغل فعلي. لانه يعني هو شوف البروبلم سولفينج هذه هي البروبلم سولفينج. ضلك انت وراها لغايه لما انت فهمت ايش المشكله. انه
يعني احنا حددنا انه عند الفت، عند الفت معناه انه الاكس والواي مختلفين. ليش مختلفين؟ ضلنا نطلع على الشيب لغاية لما شفنا انه الانديسيز مفقودة، رجعناها مكانها وشفنا ايش المشكلة بالضبط. هذا بروبلم سولفينج. اما هلقيت انه انا بدي اجيبك انه انت عندك هاي داتا سيت وانه انت تشتغل عليها وبدك انه انت تشتغل عليها من الصفر وواجهتك مشكلة زي هيك، خلاص بتتوهي بتستسلم. تستسلمش؟ طيب ماشي. مش احنا ضمن الترانسفورم بتدور على مين وبتبدل فيه؟ انت ليش عملت، ليش رحت عملت انفيتيت عشان تطلع على مين وبتبدل فيه؟ الموضوع كان عم يرفع اليابون. اي عمليات؟ اللي هو الكريبتو ترانسفورم. كيف؟ الانكودنج غير في غير الميسنج. ليش بتعمل الانكودنج في الترانسفور؟ انه هي بتروح بتجي بترمز كل كاتيجوري بتدي لها رمز، انه هذه الكاتيجوري اول مره اشوفها بتديها زيرو، هذه اول مره اشوفها بتديها واحد، هذه مرت علي قبل هيك اللي هي الاولانيه كانت زيها بتديها برضو زيرو. بعديها ترانسفورميشن الميوتيشن عشان طلع لي رساله قال لي في ميسنج فاليوز، ورساله الميسنج فاليوز بسبب الانديسيز كانت مفقوده. وهلقيت انا تذكرت شغلة مهمة كمان، انه هاي اجيب لك اياها، شايف هذا؟ انا كنت نسيها اللي خلانا نروح في الدوامة هذه كلها، انه هو اصلا من البداية عمل دروب للميسنج على مستوى الروز، فبالتالي انا يفترض كنت متذكر اتو تذكرتها، كنت متذكر من الاول انه لا ما خلانيش اروح باتجاه الامبيوتيشن، بس انا يعني خلص طهت. تمام؟ عشان هيك مهم جدا انه انا دائما انه انا بطلع على هذه ايش ايش السيت اب اللي انا موجود عندي في البدايه، انه خلاص في شيء ميسنج، طب اتذكر انه هو اصلا شايل الميسنج، فبالتالي الرساله هذه بتكون مش مظبوطه، لا المشكله مش فيها، مشكله مش امبيوتيشن، مشكله كانت انه عدم تطابق الاكس والواي من ناحيه عدد سجلات. طيب ايش ضايل لنا هنا؟ شوفوا وين ايش كنت تشوفوا؟ اه قديش كان الايرور شفتي؟ طيب هلقيت احنا في اي ستيب؟ هنا ستيب 5، هنا جنريت سبميت ريزلت اللي قبليها. هذه ستيب 3، هذه 175 هناك 25 اقل شويه. يبقى افضل اسلوب ايش هو؟ one hot encoding. هنا 17 575، وهنا 17 525. هذه السيل خلاص هذه ملهاش لازمة، هاي ديليت، وهذه السيل ديليت، وهذا السوليوشن خلاص يعني. هنا حطيت لي انه اذا انا بدي ازود البرفورمانس هنا فممكن انه اضلني اشتغل على هذه، انه هنا انه اعمل ريبيت للبروسيس، لكن انه انا ممكن اسلم هاي كوميت
ايش البست براكتس بالنسبه للبول ماركتنج كله؟ مثلا تكون من 9 كولومز 9 كاردينالز 8 7 2 5 خاصه بالنسبه للغرب فوس لان كل الالغوريثم بيشتغل معي يعني بيكون بطريقه مختلفه عن الثاني وبتعامل معها بطريقه مختلفه بس في الغرب فوس عشان خاطر موضوع ديسيجن تريز فهو بصير يقسم الديسيجن تري عادة انه كل ما زادت الدايمنشناليتي بتبدأ تضرب الديسيجن تري فبالتالي هنا في الوان هوت انكودينج انه لغاية العشرة ممكن تعمل وان هوت انكودينج بس بعد هيك بدك تعمل ليبل انكودينج يعني هنا السيل هذه اللي حطيت لي اياها اوبشنال تحت هذه مش احنا عملنا دروب لثلاثة اللي هما الاكثر من عشرة يفترض اننا نعملهم ليبل انكودينج فبالتالي انه بتصير تتغير القيم 0 1 2 3 لغاية ال 25 ساعتها بسلم النتيجة هيك افضل في خطأ آه. التمييز هي واحدة بس هل في مجال تكون نفس الكاتيجوري تاخذ نفس التمييز في التست لازم طبعا ترانسفورم على نفس التاسفورم ما انت بتعمل ترانسفورم نفس حكيت هنا انا فيش عندي زر سبميت مع انه هاي كومبيتيشن هنا بدي اضيف جزئية الكود المتعلقة ب اللي هو انه احنا نعمل البريدكشن ونكتبه على فايل بالضبط فممكن نرجع نعمله فآلية الكتابة كانت كيف انه بدنا نشوف لنا يفترض انه انا اعمل موديل بعمل ترين على الفول داتا سيت كيف ماشي ما هي بتحسب سكور بس بتعمل ليش موديل انا بدي استخدم الموديل هذا في البريدكشن واكتب البريدكشن على submission.csv ممكن تعملها فانكشن بس انا بدي اخذ نفس البارامتر انه 100 وراندوم ستيت انه زي هيك هنا هذا الموديل وهنا بنعمل فيت على اي داتا سيت لا على هذه الانكودد داتا سيت زي هيك وهنا واي ترين وبدنا نعمل بريدكشن للاكس تيست التست هذه احنا ما مسكناهاش خالص كنا نشتغل على الفاليد من الاول هيو هنا هذه احنا قسمناها لترين وفاليد تمام وهي التست هذه لوحدها بس بدنا نطبق عليها نفس الخطوات بدنا نطبق عليها الوان هوت انكودينج فهذا الكلام بدنا ناخده من وين ناخده من سيل وبس نغير اسماء من اي واحدة من هذا هل
بناخذ واحده زي هيك و مع الكونكات تمام ونضيفه هنا قبل الترين قبل ال عفوا قبل البريدكشن ثاني بس فهنا بدها تصير اكس فاليد تيست وهذه اكس تيست وهنا نرجع الاندكس تبعه تيست ونعمل دروب للكولومز وهذه الشيبس فيش داعي لها وضايل جزئية الانكودينج ضايل جزئية عفوا الكونكاتينيشن فبالتالي هنا تيست وهنا تيست نيو بالإضافة ل تيست كيف وهنا بنعمل بريدكشن لها كيف وينو تيست ترين هذا يا ايش كانت valid new هاي x test test new اجت البريدكشن هذه بدنا نكتبها على فايل فبالتالي انه pd dot write csv كيف تمام حاجات بنديله البريدكشن بنقول له انه الاندكس بتساوي فولس في شغلة تانية في الرايت ممكن نجيبها من وين ممكن نجيبها من هنا من الاكسرسايز معين انترودكشن اخر اشي بس هو عشان في الكومبيتيشن عادة انه هذا الكود انكومنت انكومنت وانه زي هيك وانه بتحتاج انه انت تكتبه يعني ف انا حوله لديتا فريم عشان ياخذ الكومنت بالتالي هنا احنا هنا اللي سماها تيست جاب الاي دي تبعها تمام وهذه تيست بريدز وهنا وهنا اندكس بتساوي فولس انا هاي اللي فاكره بس هذا اللي فاكره فبالتالي انه هيك تمام فبالتالي احنا بنعرفه كديتا فريم بنجيب الانديسيز تبعته لازم الانديسيز عشان لما يجي يقارن هو عنده في الواي اللي عنده في الوايت التست اللي عنده تمام وهنا بنكتبه على فايل نشغل
في ايرور في نام. مش الاتريبيوت اسمه سيل برايس برضو ولا ايش اسمه؟ سيل برايس. Input contains name. لا هاي في السطر هذا سطر 6 هذه يفترض نعملها فت ترانسفور اعتقد لان المتابعه خشيت الفت عشان الاس الجديد. نعم فت ترانسفور برضو فيها مشكله قلت لازم احنا نرجع نعرف الوان هوت انكودر تساوي برضو نفس ال... هنا بتحتوي يعني بتحتوي على نان فبالتالي في missing value drop the drop انه هتنقص عدد الروز فبالتالي imputation لا دروب حينقص العدد فبالتالي الواي تيست اللي عنده مش حيقدر يقارن طب هاي اوكي يعني منجر فهذه بتساوي دوت دروب اني اكسس بتساوي زيرو مستوى الروز لا واحد هو عمود واحد اصلا لا هذا الاكس تيست عدة اعمدة فإذا حذفنا لا نعملها زي هاي هي نعملها هنا ايوه حاطط دروب اني ايوه اكسس زيرو فعشان هيك انه هنا فهنا هنا استثنى هذه السيل برايس استثنى السيل برايس فبالتالي انه حينقص العدد انا متاكد في الغالب هيك حيكون يعني خلينا نشوف هاي الدروب ان اي اكسس بتساوي زيرو هاي خليها سطر لحال عشان تبين معايا هاي الخطأ انه مش طبقنا وان هوت انكودينج بدنا نعمل دروب هاي دروب للكولوم اوبجكتس عملنا دروب كيف الحين حط اكس
تعمل البروجرام اللي فيها شو تعمل ديك سكيورتي سترينج بيكون في محولهم يعني هلقيت النيو هذه احنا عملناها دروب فيها لكل الكولومز لكل الاوبجكت كولومز لا بدنا نديله هنا في البريدكشن هذا الكلام هاي الاشكالية بس لا وهاي بس اللي كنت انا قلت فهاي تمام دروب لايش؟ ما هي دروب للروز هنا رجعنا لنفس المشكلة انه نمبر ماكس نمبر فيتشرز 55 واللي الانبوت فيتشر 148 في شي رايح وينه لما غيرت ايش هذه حجمها 148 هذه حجمها 148 وهو بتوقع 155 لقيت احنا عملنا دروب للكولومز هدول وكونكاتينيت اكس تيست بعد الدروب بالاضافة للاو اتش اكس تيست كيف؟ هذا 155 ما انا حاجي عشان اجيب لك اياه كله يعني هي هذه شغله وهنا بعد ما رجعنا الانديسيز وهنا بعد ما عملنا كونكات هذا لازم دوت شيب هذا 155 155 148 115
ماشي. هذا قبل ال قبل ال one hot encoding 115 عادي إنه يكون قبل ال one hot encoding، بس هنا المفروض إنه يرجع. نعم. إنه هذه الجملة هاي هنا هذه بس بعد ما عملت إنه هدول بس طبقت ترانسفورميشن على هدول إلى أعمدة. هذا كلام واضح من الايرور. هنا بحكي لي إنه الموديل فيتشرز 155 وانا وصلني 148. وين الاكسس واحد؟ في وين؟ هذا؟ هذه؟ ما بدي اعمل دروب لاعمدة. عقيت هدول الكولوم اوبجيكتس هدول يعني زي ما هنا. انه هذا صار 3 بدنا نعمل دروب لهذا، بدنا نعمل دروب لعمود. ممكن هنا احنا ايش نسوي؟ هنا اضيف سيل اقول له هنا اكسترين دوت شيب وهنا اكس تيست شيب. ستين وستين نفس الاشي. وهنا نعمل ترانسفورم بس. هيك بدنا نعمل ري ران من اول، يعني انه ري ران من اول وجديد، ري ران اول. الانبوت في نعم في اي سطر؟ في سطر الوان هوت انكودينج. فما قبلش انه انا اعمل له انه استخدم الانكودر القديم. ولو عملت فيت ترانسفور انه يعمل لي انكودينج بالوضع الجديد، وهي ري ران اول برضو في نان. بينما لما ايش اسوي؟ اعرف انكودر جديد لإله. ممكن ده زي بالاكسبرس. طيب يعني اعمل زي هيك. مختلف جاييله 148 وهم يفترض ان يكونوا 155. كيف؟ لا حسب الاكسس، اذا انت بتدي له اكسس 0 بتغير روز، اكسس 1 بتغير اعمده. من التست؟ لا هي بتقول انه احنا بدنا نحل مشكلة النان، فبدنا نتخلص من الميسنج نعملها دروب ونشوف عدد الكولومز هو نفسه عدد الكولومز. طيب
اكسس واحد هم اصلا جايين له 148 اقل، فبدك تعملي يعني دروب لكولومز يعني هيقلل بزياده. امبيوتيشن الون هوت انكودنج لازم اطبقه على التست، لانه لازم يصير نفس اللي صار في التريننج احوله على التست. كيف يعني قصدك انه ما هو المشكله في الدايمنشناليتي، احنا لما عملنا زي هيك احنا غيرنا على روز بس، يعني هذه سيبها زي هيك تمام، وهنا حيعطيني نان اي عشان هران سابقه يعني. نعم مش عاملين امبيوتيشن، احنا عاملين وان هوت انكودينج. كيف؟ لا كان عملنا في لما وقعنا في الفخ ولغيناها. طيب ماشي، هذه انا بدي اتركها هنا. طب الحين الاكس اكس من الاساس من 155 قبل كان نفس العدد. لا كان عددهم هاي شفتهم هنا كانوا نفس العدد، هنا كان هاي 60 60، هذا الون هوت انكودنج حولهم صاروا 155 وهذا 148. كيف ما اعرفش. اعتقد السبب في ذلك انه في كاتيجوريز موجوده في الترين مش موجوده في التست، يعني على سبيل المثال افترض انه انت عندك هنا في الترين في عندك ريد ويلو فيش جرين، فبالتالي هنا بصير الكاتيجوري 2، فبالتالي لما تعمل ترانسفورميشن حيصير عمود، حيصير عمودين. كيف؟ صحيح تمام، فهذه انا بدي اتركها بدنا نعمل دروب للباد. لا بدنا نعمل دروب للباد كولومز بس هذه انا بدي اترك لكم اياها تمام. هاي انا لوين ما توصلت وين في ايرور، هاي كوميت منفعش نضيف ايش؟ تضيفي كولم على وين؟ على لا لانه لازم يكون الدايمنشن نفس الترين بالضبط. فهجت هذه بتلاقيها هاي بالبروفايل تبعي. كيف؟ اضيف كولم واحد من وين بدك تجيبهم السبعة؟ هلقيت انت عندك هيو في البروفايل تبعك كاتيجوريكال فاريبلز تدخل عليه، في عندك هنا في الكاجل مثل الجيت هاب تقدر تعمل فورك تاخد منه نسخة وبتعدل على اللي عندك تمام؟ انا حاشتغل عليها وحاول انه نعمل سبميت، وحاشتغل على شغلة تانية كمان اللي هي الثلاثة الباد او الثلاثة اللي الطوال اللي فيهم 25 كاتيجوري بدي اعمل عليهم ليبل انكودنج تمام، فحسوي هدول الشغلتين واعمل سبميت.
وانت مطلوب منك انه انت تسوي نفس الكلام، وبدي اشوفه ان شاء الله بعد العيد يعني السبت. السبت السبت وقفة اجازة. تمام. يبقى كم واجب مطلوب عندكم بعد العيد اللي هم Data Visualization والكاتيجوريكال فاريبلز اللي هو الهاندل الكاتيجوريكال فاريبلز اللي هو نفس هذه الكيرنل بدك تكمل الشغل فيها. و كيف؟ لا انا بدي اترك الحريه في الاختيار انه كل واحد يختار داتا سيت، لانه انا بدي استكشف داتا سيت مختلفه واشوف كيف طريقتك في الفيجواليزيشن، انه انت هاي بتورجيني هاي ترند وهي كذا. وهذه الشغله الثانيه بدي ادي لك كمان ملاحظه انه الكيرنل اللي انت بتسلمها بدك تكتب فيها بدك تكتب فيها مارك داون، انه والله من الفيجواليزيشن هذا في ترند، في سبايك طالع في كذا وفي هنا نازل، او في الهيت ماب هذه في علاقه بين كذا وبين كذا، في علاقه بين الاتريبيوت كذا والاتريبيوت كذا، تزايديه السلو بوزيتيف ولا نيجاتيف. دكتك مش بس بلوت لحال، اي داتا سيت اختاري داتا سيت واعملي لها فيجواليزيشن. بس بدك تطلعي يعني انه تعملي تعليقات على الـ على الفيجواليزيشن. طيب خلينا نتوقف هنا وبنشوفكم إن شاء الله بعد العيد، وكل عام وانتم بخير.